بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع جديد في سلسلة انظروا بعنوان انظروا دعوتكم. الآية موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 1، تعالوا نبص عليها كده. انظروا دعوتكم أيها الإخوة، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، لأن في حكمتين أصلا، حكمة بالروح وحكمة بالجسد، فيقصد يعني مش متعلمين، مش مثقفين، مش دارسين، مش ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، كلمة صعبة شوي، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. بصوا للآية كده وطلعوا العينات اللي اختارها ربنا. اختار ايه؟ اختار جهال، واختار ضعفاء، واختار أدنياء، واختار مصدرة، واختار غير موجود. يعني حاجات، الحاجة غريبة. هو لما الناس بتختار، تصور انت هتختار عريس لبنتك، عاوز احسن واحد، او هتختار موظف يبقى اشطر واحد، او هتختار واحد يبيض لك الشقه، هتجيب واحد بيفهم. فعادة الناس بتختار ايه؟ بتختار الاريح، وتختار الاجمل، وتختار الاقوى او الاحسن، وتختار اللي بيفهم. ربنا ملوش دعوة خالص بالحاجات دي. كل واحد فينا بيختار اللي يريحه، وبيختار اللي يعجبه، بيختار اللي يستفيد منه. دي اختياراتنا احنا كبشر. لما نروح لدكتور نروح لأحسن دكتور، محدش فينا بيروح لأخيب دكتور هيضيعه. وهكذا احنا في اختياراتنا دايما نختار التوب، أعلى حاجة في أي حاجة، مفروض كده. بص بقى ربنا بيختار ازاي. الاول احنا بنعمل كده ليه؟ احنا اصلنا مش عاوزين نتعب، مش عاوز اتعب في التفاهم، فانا عاوز اللي يشتغل معايا ما يطلعش عينيا، عاوز اللي يبقى مشاركني في اي حته ما يتعبنيش، عاوز استفيد او عاوز اكسب، فطبيعي هختار الشخص اللي يفيدني عشان يكسبني، عاوز انبسط، فمش هروح مع واحد يضايقني. اذا احنا دايما بنفكر واحنا بنختار في اللي ينفعنا، في حتة شخصية طبعا، حتة مصلحة اكيد يعني، وحتة الاختيار هنا ايا كان نوع الاختيار، اختيار الصديق، اختيار الزميل، اختيار الزوج، اختيار الموظف، اختيار كل ده بنفكر فيه مصلحة شخصية او مكسب. انما ربنا بقى بيختار اللي انتوا قلتوهم دول، الخمس فئات العجب. يختار الجهال، يعني لما يجيبوا له 10 يشوف أقل واحد فيهم بيفهم ويختاره. غريب جدا ربنا، في الوقت اللي انت لو جابوا لك 10 هتختار أكتر واحد بيفهم، بغض النظر هتعمل معاه أنهي شغل يعني. يختار أضعف واحد في 10، لو 10 فيهم واحد مفستك خالص كده، وده اللي يعجبه، في واحد عضلات بقى، واحد مش عارف ايه، واحد شباب، كل ده بيركن. يختار الدنيء، كلمة غريبة اختارها القديس بولس، الدنيء دي كلمة اقرب للشتيمة يعني حاجة مش تمام يعني، معلش. اختار المصدرة، المصدرة يعني اللي الناس تحتقره، الناس ما تعبروش. جاب بقى اخرها لما قال اللي اساسا نكرة، غير الموجود خالص، يعني وجوده زي عدمه. في شخصيات كده تحس انه ده لو مات ما حدش هيحس، او مش فارقة، ده احساس صعب جدا، بس في ناس كده. هي دي العينات اللي ربنا بيختارها، مش انا اللي قلت ده، الانجيل اللي قال. طب ايه قيمة انك بيقول لنا ليه القديس بولس كده بيهزقنا؟ يعني بيقول بصوا لدعوتكم،
دعوتكم انتوا دعيتوا تبقوا مسيحيين، هنا مش بيتكلم عن دعوة خدمة، دعوة المسيحية، لأن الجيل الأولاني كان أغلبه جيل بسيط. فبيقول بصوا كده، بصوا يا أولاد الكنيسة في الجيل الأول، هو ربنا اختار من العالم كله أفضل ناس، أنظف ناس، أغلى ناس، لا لا خالص، جايب بداية من الرسل كده، الفئات اللي إيه ينطبق عليها الكلام ده. بتبص للرسل، أيوة، تلاقي طبعا كل الكلام ده منطبق. ليه؟ ليه ربنا لما بيختار بيختار كده؟ حطها في النص وقال كي لا يفتخر كل إنسان كل ذي جسد أمامه. لأنه لما يكون واحد جاهل خالص ما ينفعش يقول أصلي بفهم، هو مقتنع تماما إنه ما بيفهمش. أنت لما تعمل حاجة كويسة عشان أنت بتفهم شوية، غالبا لما تعمل حاجة كويسة هتقول في بالك أصل أنا بفهم. لكن لما واحد يكون ما بيفهمش فعلا وعارف عن نفسه كويس كده ومقتنع، لو عمل حاجة كويسة مش هيصدق غير انه ربنا ملوش اي فضل. يبقى الافتخار دايما بيجي مع واحد عنده حاجة يلاقيها يفتخر بيها، لكن واحد ما عندوش اي حاجة خلاص هيضطر يفتخر بربنا. عشان كمان ربنا بالاختيارات دي، لما واحد فينا في لحظة ضعف يحس انه ما بيفهمش، يشم نفسه يقول بس يقع علي الاختيار. واحد يحس انه لا مؤاخذة دنيء وماله ينفع يختار، واحد يحس انه جاهل او ضعيف او نكرة خالص، على طول الآية دي تنقذه. ده هو ده اللي بيعجب ربنا، ده هو ده اللي بيختاره ربنا، فبيدي فرصة لأقل واحد. قديس بولس لما شرح في آخر حياته هو ربنا اختاره هو بالذات بالطريقة دي ليه بالذات، ما هو مش أي واحد ظهر له المسيح وجابه كده، قال أصل أنا كنت مفتري ومجدف ومضطهد، تفاضلت نعمة ربنا عليا جدا. ليه؟ كي يظهر في يسوع المسيح أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يعني إيه؟ يعني كل واحد يجي بعد كده يقول إذا كان ربنا قبل واحد زي البعيد اللي اسمه شاول ده يبقى أنا أنفع، لأن شاول كان مضطهد الكنيسة، كان مفتري. يعني إيه؟ يبقى كده معناها إن إحنا يجي مننا، يبقى يعطي فرصة للأقل. ليه ربنا بيختار الفئات الواقعة دي؟ كي يخجل القوي. كمان في مسج للي عندهم علم بقى، واللي عندهم صحة، واللي عندهم فلوس، واللي أصحاب الكريدتس العالية، كل دول ربنا يقول لهم ولا حاجة، ما تنفعونيش بحاجة، كل الجليات في الدنيا. لا، ربنا بيختار داود ما بيختارش جليات. كي يخجل الأقوى عشان يتعلم التواضع، كي يتمجد وحده، لأن يقول مجدي لا أعطيه لآخر. في الآخر يبقى كل المجد لله وحده، لأنه الصيادين دول لما عملوا معجزات ما كانش ينفع يقولوا أصل إحنا كويسين، ما عارفين كويس إن هو واخدهم يعني تعبانين قوي وعلى آخرهم. وده يدي أمل لكل البشر. ليه؟ مش كل البشر ضعيف دائما، ومش كل البشر جاهل دائما، بس كل البشر بيعدي عليهم لحظات ضعف ولحظات جهل ولحظات ازدراء. كل البني آدمين بيجي لهم وقت بيقعوا خالص كده، طب وماله؟ في الوقت ده يجي لك الأمل إنك تنظر دعوتك. انظروا، الآية بتاعتنا، انظروا دعوتكم أيها الإخوة ليس كثيرون حكماء. ما تقارنش نفسك باللي بيفهمه، صدقني مش مطلوب. ما تقارنش نفسك باللي بيدفعوا ملايين في التبرعات، مش مطلوب يا حبيبي. ما تقارنش نفسك باللي يعرفوا يعملوا إنجازات ووعظات ومعجزات لا لا لا، مش مطلوب خالص. انظروا دعوتكم ليس كثيرون حكماء ولا شرفاء ولا أقوياء. تعالوا نلف على الكتاب بسرعة كده نشوف ربنا هو بيختار عبر صفحات الإنجيل. مثلا واحد زي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ده إيه مؤهلاته ليكون أبو الإيمان عهد قديم وعهد جديد؟ معاه إيه الشهادات ده؟ هارفارد مثلا، معاه رعي أغنام، ده يعتبر مش متعلم، ده حتة رعي أغنام، رعي غنم، وطالع فقير في الأول على فكرة، ده هو اختنى لما ربنا دعاه. بس
طيب واحد زي اسحاق، اسحاق ده اكتر شخصية ساذجة في الكتاب، الطيبة المتناهية. يعني لما تدرس شخصية اسحاق بسيط بساطة غريبة، حكاية البير دي لو فاكرينها، كل ما ياخدوا منه بير يروح يحفر اللي بعده. طب ما توقف مرة وتقول ده البير بتاعي، واقول ليه؟ وانا هحفر هيجي لي بير تاني. ايوه بس انت تعبت فيه، وافرض يعني، واحنا عايشين ليه عشان نتعب يعني؟ ما الخير كتير. بيضحكوا عليك. ايوه ما يضحكوا، مش هما مبسوطين؟ انا مبسوط يا اخي. دي حاجة غريبة جدا، 4 مرات يستغفلوه، وكل ما يستغفلوه يزداد غنى، يزداد غنى. ايه ده؟ اصله طيب قوي بزيادة يعني، ساذج اقرب الى السذاجة، بس هو ده المختار، ده عاجب ربنا على كده. واحد زي يعقوب، لا اللي يعقوب ده بقى ده الاكستريم التاني، ده الظاهر اتعقد من طيبة ابوه فطلع مكر يعني داهية فعلا. ده من صغره بيسرح باخوه ويضحك عليه، وبعد كده يضحك على ابوه ويضحك على خاله، ده ما سابش حد ما ضحكش عليه. وده كمان ينفع؟ ينفع برضه. طب ده، طب اللي فات ده ممكن نقول طيب وانت طيب برضه تمشوا مع بعض، لكن انت مش مكار يا رب، انت ما بتحبش الحاجات دي. ما هو يدخل تحت كلمة بقى ايه، اختاروا له كلمة من الكلام اللي فات ده. اذا كنت بتدور على واحد كويس، هو مش كويس، بس يعقوب ده بقى كويس وكويس قوي. طب واحد زي يوسف، ايه يوسف ده؟ يوسف ده اليتيم اللي عمال يفتخر بالجلابية الملونة. ده انت جاهل يا اخي، محدش قال لك ان ده بيغيظ اخواتك؟ قال ايه بعد ما يعمل العملة دي ويتغاظوا منه، يجي بعد يومين يقول لهم استنى ما احكي لكم الحلم. يا اخي اسكت، ما بتفهمش، ما هم اتغاظوا من الجلابية، ما كفاية يحكي الحلم عشان ايه؟ يطينها خالص، يبوظ الدنيا. وفعلا خلاص كرهوه، يتقال عليه مغفل، يتقال عليه اي حاجة، بس هو ده اللي يختاره ربنا. طيب موسى، لا موسى ده عنده سوابق، ده قتل واحد، ده عنده سوابق، ده عليه قضية هربان منها، فده مش موضوع حد يفوته. موسى قتل قتيل وهرب، فلو اتمسك هيتحط في السجن أو هيعدم. طيب لما تروح لجدعون، جدعون ده بقى فلاح ومهرب، مهرب بس مش مخدرات، مهرب حنطة بجد، يقول لك بيخبط حنطة. يعني ايه يخبطها؟ يعني ايه؟ بيخزنوها ويهربوها للغلابة، لان هو كان قلبه على الغلابة. بس حتة فلاح ما فهمش حاجة، ده بتاع الجزة، فاكرين حكاية الجزة؟ لما يوم ما طلب علامة مثلا، مش تطلب علامة توقف الشمس في السماء مثلا ما تتحركش، انت بتكلم ربنا، قول له خلي النجم يعدي كده يتسليني، ملاك يظهر لي، اطلب علامة عليها الايد. اليوم ما يطلب علامة يقول له الخيشة دي تتبل. خيشة ايه؟ ده اللي انت بتطلبه؟ ايه العينات اللي انت بتتعامل معها دي يا رب؟ مفيش ولا واحد كده عليه القيمة يقول جملتين عاقلين، ولا يفكر كويس، ولا ابن ناس كده، مفيش، كله واقع. طيب شمشون، لا شمشون ده يكسف بجد، ده فضايح. شمشون ده عيب، ده لو دخل ده ما ندخلوش عادات خدام عندنا خالص، ده احنا نتشد فيها دي، ما ينفعش خادم ده، ده اخره على الناصية. لانه سمسون كل شوية يحب له واحدة، ويا ريتها يهودية يا عم اعقل. وفي الاخر حصلت المصيبة، خلي بالكم هم دول اللي اختارهم ربنا. انظروا دعوتكم ايها الاخوة، ما احنا زيهم، ما احنا بنتريق، بس احنا كده، احنا بس عشان في الاخر نحط اسمائنا من غير ما نقول الاعترافات. واحد اسمه عاموس، شغلته عاموس في البطاقة، جاني جميز. ايه دي بقى الشغلة دي؟ ايه دي شهادة ايه اللي ياخدوها دي؟ ولا محو امية حتى. جاني جميز اقل من الراعي واقل من الفلاح،
ده الفاعل اللي ايه في وقت الحصاد باليومية، يلم شوية جمز وياخد ويشتغل في الموسم بس، وده يبقى نبي، ده يطلع منه نبي، يكتب له كتاب في الإنجيل نقعد نذاكره 2000 سنة. بطرس، بطرس ده حتة صياد ومندفع، ويا ريته حتى من أورشليم البلد الراقية شوية، ولا من روما مثلا، لا ده من جليل، القرى اللي هي يعني محدش يسمع بيها. طب بولس، بولس ده اليهودي المتعجرف المجدف المتفلسف الحامي المفتري، هو مفتري، هو وصف نفسه بكده، ان ما في واحد في الكتاب يعني بلاش العذراء ما نقدرش نقرب منها، انما كل اللي اختارهم ربنا في عرف البشر، لو عملوا انترفيو في اي حتة مدرسة او شركة مش هيتقبلوا، وطبعا لو عملوا انترفيو في الكنيسة ما يتقبلوش حتى خدام ولا شمامسة، كلهم بلا استثناء. انظروا دعواتكم ايها الاخوة، ليس كثيرون حكماء، ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون اقوياء. طب نكمل. يوحنا، يوحنا ما بيتكلمش، ده ما اتكلمش غير لما جاب سن 90 تقريبا، يعني طول ما هو مع المسيح ساكت ما بيتكلمش خالص، لازق للمسيح زي العيل الصغير اللي ماسك في جلابيته وبيتكلم بالريموت. يعني ايه؟ بطرس يقول له اساله، حاضر يساله. طب انت ما عندكش شخصيه؟ مش تقول له لا هسال، مش هسال، انا حر. لا، خجول جدا قديس يوحنا، فيه خجل عالي، انما حبيب المسيح. طب واحد خجول كده ينفع يبقى كارث؟ لا ده هيبقى بطرك، مش بس كارث. طب يونان؟ لا ده يونان ده لازم يترفد، ده يترفد من بدري، ده مش مؤدب، ده بيرد على ربنا، ده ما بيسمعش الكلام، ده ما عندوش ايمان خالص، ده تصور ان ربنا مش هيلاقيه في طرشيش، هيهرب منه. الزكاوة بقى ايه يونان؟ اجيب لك اي عيل في مدارس الاحد يقول لك ما ينفعش حد يهرب من ربنا؟ لا يونان ينفع، وينفع نبي. طب ارميا، ارميا ده كل ما حد يكلمه يعيط. طب وبعدين بقى؟ طول النهار يعيط، يشوف اورشليم خربانه يعيط، يشوف اليهود متربسين يعيط، الكهنه متعبين يعيط، يصلي لوحده يعيط. طب وبعدين؟ انظروا بذمتكم الانجيل ده مش جميل؟ عارفين جميل ليه؟ سهل قوي انك تتعرف على اي شخصيه من دول وتقول ايوه انا اركب على الحته دي، انا اقرب للشخصيه دي، هتلاقي نفسك فيك حته ضايعه كده زي واحد من دول، قبل طبعا ما يبقوا قديسين. اوعى تتمثل بيه، يعني اوعى تقول انا قديس زي فلان، لا، قبل يعني ما يشتغل بيهم. انظروا دعواتكم، فلما يقولوا لك تعال اخدم ما تفتحش بقك وتقول ما ينفعش، يعني هو كان فيهم واحد ينفع؟ ما ينفعش تجاوب وتقول اصلي جاهل، ده هي كده مظبوطة خالص، لأن هو ما بيختارش غير كده. لما تقول أصلي ضعيف وبغلط كتير، رشق، مظبوطة تمام، هو ده النوع اللي بيختار. أنت مستغرب ليه؟ ما تقول أصل أنا فضيحة، تمام، هو ده اللي بيدخل دماغه، خلاص يبقى أنت كده تنفع تبقى مدعو. أنت حبيبي مختار طول ما أنت عارف ضعفك، طول ما أنت فاهم أنك ضعيف يقع عليك الاختيار. انت مرفوض طول ما انت شايف نفسك قوي. العكس بقى، اول ما تفتكر انك بقيت مذاكر كويس، بقيت فاهم كويس، بقيت متمكن، مش هشتغل بيك خلاص، انت اترفدت لانك بقيت قوي. انت قريب قوي طول ما انت بتشكي بعدك، طول ما انت حاسس انا بعيد يا رب عنك، انا بعيد قوي عن الصح، أنا بعيد عن القداسة، أنا بعيد عن التواضع، أنا بعيد عن النقاوة، أنا كل الكلام اللي بيقولوه ده بعيد قوي. كويس حبيبي، هتشتغل كده تنفع، وانت بعيد قوي لأنك شايف نفسك قريب. لو انت بقى شايف نفسك قريب تنفع تبقى شفيع للبشر، اعرف انك بعدت قوي.
انت غني طول ما انت مقتنع ومعترف بفقرك، طول ما انت بتقف قدام ربنا شحات تقول له ما عنديش ولا حاجة من اللي بيقولوه، ما فيش ولا حاجة عدلة، انا افقر واحد روحيا في الناس، تبقى انت غني فعلا. وانت فقير معدم وانت مؤمن بغناك، وانت شايف نفسك ابو العريف واحسن واحد، انت حكيم وانت مقتنع بجهلك. ان ظن احد انه حكيم بينكم فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. وانت جاهل وانت فرحان بحكمتك. انظروا دعواتكم ايها الاحباء. يعني الخلاصة يا حبيبي، لا تنسى ابدا ضعفك طول ما انت عايش على الارض وفيك نفس. خليك طول العمر تقول انا يا رب ضعيف، ارحمني يا رب لاني ضعيف. حط جنبها كل الكلمات بقى والمفردات التانية، انا يا رب ضعيف، انا يا رب جاهل. مهما قريت ومهما عرفت خليك جاهل في نظر نفسك، مهما كبرت خلي مركزك الاخير، مهما مشيت صح ما تنساش اخطائك، مهما الناس مدحتك ما تنساش عيوبك، ما تنساش الحتة دي لألا تترفض وانت مش دريان. في بعض الخدام اترفضوا وهم مش دريانين. حد يفتكر شخصية في الكتاب اترفض وهو مكمل ومش دريان؟ برافو عليكم. شاول الملك، شاول الملك اترفض ولسه قاعد على كرسي ملك وبيشتغل زي خادم عمال يخدم ويصول ويجول، وربنا خلاص قال بالنسبة له، بالنسبة لربنا مش خادم. حاجة تخوف على فكرة، حاجة تخوف انك يكون اتشطب عليك وانت لسه في الصورة خادم. لا، احنا عاوزين العكس. داود ما قعدش على كرسي بس هو مسيح الرب. ما تنساش بقى ما وراء الامور، ما تنساش اللي خلاك تبقى بني ادم، ان ربنا بيحبك اوي. لا تنسى ابدا محبة الله ليك. لما تبقى ضعيف وجاهل ومصدرة وغير موجود، يبقى اللي عامل كل حاجة ربنا، يبقى الفضل كله لله. لما قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أي حاجة عدلة ربنا، أي حاجة حلوة ربنا، مش أنا بقى. خلاص احنا متفقين، أنا من النوع الجاهل والضعيف والحاجات دي. ما تنساش أبدا عمل الله فيك. هو ينفع واحد زيك ينقذ إنسان؟ تصور ينفع؟ تقول لي أنا أساسا مدهول على عيني، لا عارف أصلي ولا عارف أقرأ إنجيل ولا عارف أتعدل وأصلح نفسي، أنا ينفع أنقذ بني آدم؟ ينفع، ينفع ونص، لأن هو اللي هيشتغل. فهمتوا ليه إحنا في الخدمة مش عاوزين ناس قديسين؟ إحنا عاوزين خطاة تائبين، عاوزين ناس ضعيفة، مش عاوزين ناس قوية، لأن الضعيف هو اللي ربنا هيشتغل بيه، هو اللي هيرضى يشتغل بيه. ما تنساش أبدا أن ربنا بيشتغل فيك وبيشتغل بيك، بيصلحك وبيصلح بيك، بيصلحك وبيغير اللي حواليك بيك، وكل ده منه. ما تنساش أن ربنا قبلك مهما كنت ومهما كانت عيوبك. المعادلة الصعبة دايما أن الروح القدس هو اللي بيشتغل وهو اللي بيعمل كل حاجة حلوة، وما بيعرفش يعملها غير في قلب متواضع، ما بيشتغلش غير مع كده. يعني النعمة الروح القدس ما بيعرفش يشتغل غير مع قلب متواضع. حساس جدا للحتة دي، أول ما القلب يتنفخ شوية يقف عمل الله، عمل الله كله، عمل النعمة، عمل الروح القدس يتوقف تماما في اللحظة ده، باللحظة اللي تحس انك كويس وانك تحس انك قادر. طول ما انت حاسس انك واقع وضعيف وخاطي ومش نافع، قول بقى العبر كلها هو شغال، هو بلمس في الحسوري في التعبير، يعني لمسة واحدة، فكرة واحدة تطفئ الروح. عشان كده اللي محتفظ بضعفه وجهله وعجزه والاحساس ده مالي قلبه مستقر جواه، يا بخته، ده اللي ربنا شغال بيه طول الوقت. تعال بقى نختم ونقول اقبل نفسك لان ربنا بيحبك. احنا كتير مننا ما عندوش رضا على النفس، احنا مش عاوزين نرضى على نفسنا بس عاوزين نقبل نفسنا. اقبل نفسك،
ما تبقاش رافض نفسك كده خلاص. إذا كان المسيح كله بيحبك وقبلك ومقتنع بيك كخادم وراضي عنك وخلع عليك لقب البنوة، خلاص افرح يا أخي، اقبل نفسك. ما بقولش اتغر لا خالص طبعا، بس بقول اقبل نفسك بقى، لأن ربنا بيحبك. في الحالة دي هتقبل اللوم ليه؟ لو حد جه يلومك هتقبل جدا. ليه؟ لأنك مقتنع إنك جاهل. فلو واحد جاي يقول لك معلش أنت كنت غلطان أوي، طبعا أكيد. في اللحظة بقى اللي تكابر وإزاي ويقول لك غلطان، خرجت بره كل الفيلم اللي إحنا بنحكي ده بقى، أنت مش تبعنا بقى، لأنك مش قابل اللوم. الله، ما هو طبيعي الضعيف والجاهل والمصدرة والدنيء يلام، إيه الجديد يعني؟ إيه الغريب في كده؟ ما ده عادي جدا يعني. فإذا قبلت نفسك هتقبل إن الناس تلومك لأنك عارف ضعفك، هتقبل الآخرين. ودي أزمتنا في الخدمة يا جماعة، الحتة دي وجع قلبي، إن إحنا ساعات إحنا وحشين، بس ساعات لما نيجي نخدم مع بعض أبقى عاوز خادم بيرفكت ما بيغلطش، عشان ده الوحيد اللي يريحني. أزعل قوي لما يجي واحد يقول لي مش عارف أخدم مع فلان، شوف لي خادم حلو، بيبقى على لساني. عارفين اقول له ايه؟ هو انت حلو؟ يشوف لك خادم حلو ليه؟ زي عريس واقع يجي يقول لي شوف لي عروسة حلوة، اقول له تتجوز مين؟ حضرتك؟ ايه اللي عروسة حلوة؟ هي نفس الفكر. يبقى خادم ملخبط الدنيا، يقول لي ما برتاحش غير مع خادم حلو، ده لانك مش حلو. لكن لو انت مقتنع انك ضعيف ومليان لخبطة هتعرف تتعامل مع اي حد، هتقبل اي حد. اذا كان ربنا قابل اخوك انت مش قابله ليه؟ اذا كان ربنا بيشتغل باخوك وبيشتغل بيك، وانت شفت ان ربنا بيشتغل بيك رغم كل الفضائح اللي انت عارفها، ازاي تبقى مش قابل واحد تاني؟ ازاي تستغرب انه ممكن واحد تاني يعمل شغل؟ ازاي تبقى نفسيا قافل من حد؟ لا، يبقى انت مش فاهم ربنا. وطبعا لما ما تقبلش حد انت طلعت من الليستة، لان الليستة دي بقى يقبلوا بعض، الضعفة مع بعض يشيلوا بعض، الجهلة مع بعض يحترموا بعض، المصدرة مع بعض ما بيحتقروش بعض، دول ايه في الهم سوا. فاهمين الحتة دي؟ لكن انت خرجت من الليستة وخرجت من الدعوة لانك ما عدتش قابل اخوك. اقبل التجارب، اي تجربة او تأديب انت هتقول عادي جدا، عادي مش بيزبط فيا، ما انا مش متزبط، ما انا ضعيف وجاهل، وطبعا لازم يعمل كده. يبقى خلي بالكوا كل ده بيحصل في نفسية اللي مقتنع انه ضعيف وجاهل ومصدرة ودنيء وغير موجود. هتقبل التجارب والتأديبات لان انا محتاجة اتزبط واتغير. هتقبل الفشل. عارفين يوم ما خادم يفشل ويكون من النوع ده؟ عادي جدا. عارفين ليه؟ لانه عارف. اما عادي، واحد ما ذاكرش سقط مستغرب؟ ده هو بيستغرب لما بينجح، مش كده؟ هو ده اللي بيحصل معانا كلنا، انت بتستغرب لما بتنجح في الخدمة. انتوا ما حصلتش معاكوا دي؟ انك تبقى مستغرب انك ناجح في الخدمة؟ مفروض تحصل يعني معاكم، انك تلاقي ازاي ان الخدمة ماشية معايا ازاي يعني. بس هو ده الطبيعي، هو ده الصح. اقبل الفشل لان ده طريق النجاح، اقبل التأديب بكل شكله لان ده فرصتك للنمو. راجع تاني يا جماعة، الحتة دي تهمني. خلينا نقتنع ان نظرة ربنا غير نظرتنا. انظروا دعوتكم، ايه جميلة اوي. ايها الاخوة، ليس كثيرون حكماء ولا شرفاء ولا اقوياء، مش ده خالص. بصوا، الدعوة بتيجي لمين؟ فاكرين دي بتفكرنا بإيه كمان؟ يوم مثل المدعوين، المسيح الأول دعا البهوات، البهوات كلهم ما دخلوش وما نفعوش، راح قال للشغالين بتوعه إيه؟ روحوا لموا لي الناس اللي في الشوارع. لموا له اللي في الشوارع، جم قالوا له بصوا بقى المفاجأة، لسه المكان واسع. جابوا الناس اللي إيه؟ ما ينفعوش يدخلوا مكان محترم. قال لهم رحتوا الحواري؟ قالوا له لا، أنت قلت الشوارع. احنا بتوع الحواري، لا مؤاخذة، احنا بقى اللي ايه
اللي يعني كان في الحواري. فطلعوا الحواري قال لهم هاتولي الجدعة بقى والعمي والعرج بقى والكسر كله بقى، اللي هم حتى ما بيمشوش في الشارع يعني. فراحوا جابوا له الناس دي كلها، كل دول دخلوا، انظروا دعواتكم أيها الإخوة، طول ما أنت معتبر نفسك من الفئات اللي زي كده هتقبل نفسك، هتقبل الآخر، هتقبل التأديب، هتعيش فرحان. دايما واثق في النعمة مش في نفسك، دايما شايف إيد ربنا مش إيدك، دايما مستني دوره مش دورك، دايما مقتنع إنه هو العامل مش أنت. الله هو الإيه؟ العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. لو اتغيرت سنتي أشكرك أنت، أنا مش ممكن أتغير لوحدي، ولو حد اتغير قدامك سنتي شكرا مش أنا برضو، ولو في أي حاجة اتصلحت شكرا مش أنا، ما بعرفش أصلح حاجة. هتبقى مقتنع وبالتالي تبقى سكتك ماشية صح. لإلهنا كل مجد وكرم.